بكأس بطولة العالم للأندية في اليابان أوائل الشهر المقبل. أجواء ما قبل ديربي شمال إفريقيا في تقرير مراسلنا نافع بن عاشور. تعيش العاصمة التونسية للعام الثالث على التوالي على وقع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية تشامبيونز ليج، فالكل ينتظر بشغف كبير موعد السبت ضد الأهلي المصري لمعانقة الأميرة الإفريقية للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في تاريخ النادي. فبالتوازي مع تحضيرات رجال المدرب نبيل معلول الفنية والتكتيكية، انطلقت التحضيرات الجماهيرية لعرس الكرة الإفريقية مبكرا في معقل الترجيين باب السويق الحلفوين، فلا صوت يعلو فوق صوت عشاق الدم والذهب داخل أسوار المدينة العتيقة هذه الأيام. إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله نكونوا فرحانين 17 نوفمبر، إن شاء الله نكونوا فرحانين بقدرة ربي، إن شاء الله نمشيوا للجابون مرة ثانية زاد على التوالي بقدرة ربي، باش يكونوا فرحانين نهار 17 نوفمبر بإذن الله. ما ثماش حل آخر هو أن نحافظ على اللقب، ولازم يقعد معناتها اللقب معناتها في تونس هنا، لأن الإمكانيات كلها متوفرة يبدو لي، لكن في كل الحالات مش سهل. خارج أسوار المدينة العتيقة وليس ببعيد عن مقر نادي الترجي، تشهد مغازة الفريق التي فتحت أبوابها لعشاق الأحمر والأصفر منذ 6 أشهر إقبالا كبيرا بمناسبة النهائي الإفريقي على كل ما يرمز للنادي من ملابس وهدايا تذكارية، لتساهم إنجازات الفريق الأول في إنعاش خزينة النادي ماديا من خلال ارتفاع نسق المبيعات خلال الأيام الأخيرة. بالنهائي البيوع يكثر برشا، وفي الحقيقة من نصف النهائي الماتش مع مازيمبي حسينا معناتها العباد ولات تشري اكثر ومعناتها كل شيء ولي مطلوب ولهذا احنا للفينال هذا معناتها قرينا حسابنا وجبنا برشا حاجات اللي برودوي سبيسيالمون للفينال. سوء الاحوال الجويه طمس جانبا كبيرا من معالم الزينه في العاصمه التونسيه وسط مخاوف تنظيميه من ان تؤثر هذه العوامل على عرس الكره الافريقيه. نافع بن عاشور، الجزيرة الرياضية، تونس.